إلى طبعا احنا عندنا اغتيال الأشجار في مصر ما زال مستمرا، يعني القاهرة وغيرها كل محافظات مصر يعني كانت كلها محاطة بالأشجار اللي لها أكثر من قيمة بيئية وصحية وطبيعية، يعني الطبيعة الساحرة اللي افتقدناها. كمان دلوقتي بتقع الأشجار كمان وتحطم السيارات، وشوفوا ده حصل في الدقي. والله حرام عليهم، قول لهم عربيه بمليون جنيه اهي. انا الوحيد اللي وانا سايق العربيه الشجره وقعت عليا وانا سايق. في شجره في شارع النيل وقعت فوق نفق الجلاء. احنا كنا ممكن نموت، اموت ليه عشان شجره؟ دي عربيه انا دي؟ رقم 17 ده. نازل ماشي في العربيه في الشارع ده، قاعد انا سايق العربيه ويوسف جنبي، وفجاه لقيت شجره بتقع علينا في النص، قسمت العربيه نصين. ببص مش شايف يوسف، مش شايفه عشان العربيه مقسومه نصين من النص. انت كنت موجود ساعه ما الشجره وقعت؟ ايه اللي حصل؟ بس بابا كان ماشي هنا، كان راكن جنب الحته دي، بعد كده الشجره وقعت، سمع الصوت، بعد كده بابا كسر الشباك. الجذع اصلا كتره حوالي 40 سنتي وطوله حوالي مثلا فوق ال 10 متر، فلما بينزل على العربيه مثلا من على بعد مثلا كبير كده في الهواء كده فوق، فقسم العربيه اتنين بالطول. الشجر ده قديم وعمره يعني عمره فوق ال 60 سنه وال 70 سنه. يعني المفروض حتى طالما انتوا عايزين تشجروا الشوارع شيلوا الشجر القديم ده او قلموه. انت لو طلعت قطعت مسكت فرع زي ده عشان تقطعوه وفضيته تحتيه عربيات، يجي يقول لك محضر وغرامه 10,000 جنيه. بيقولوا الشجر ده ان هم بلغوا عنه من اسبوعين او ثلاثه ومحدش جه عمل حاجه. دول كانوا راكبين معايا في قلب العربيه، لو دول اصلا ماتوا ولا حصل لهم حاجه يعني الاجابه ايه؟ معلش. كان لسه صاحبها جايبها بقاله شهرين وبينزل ركاب، وقعت عليه الشجره بعد ما نزل الركاب. يعني كويس الحمد لله ان هو الناس نزلت من العربيه. انا الوحيد اللي وانا سايق العربيه الشجره وقعت عليا وانا سايق. اربع عربيات اتضرروا بالموضوع ده، في واحده في شارع بولس حنا، وفي واحده في ميدان الجلاء، في واحده في ميدان الجلاء، وفي واحده حضرتك ان هو دلوقتي اهيت وتنت العمود بتاعنا، برضه ما فيش فايده وبرضه ما حدش اهتم. ايه اللي حصل؟ بطل يتكلم خالص. لو شجره صابت عيل من عيال الراجل ده هتعوضوا عربيه ولا مليون عربيه؟ انا النهارده لو الناس دي مش هيعوضوني، هم بيقولوا انا مش هيعوضوني، مش هسكت على حقي يعني ولا هسكت على حقي. يعني هم لو ليهم حق بياخدوه، انا ليا حق كده مش عارف اخده. حتى اما جم قال لك لو مش مأمن عوضك على ربنا. غريبه جدا والله.